بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحة 193 من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. دعم سنوي للظواهر الإملائية، أنجز على دفتري، أتم بتاء مناسبة. قمت بزيارة سياحية لمدينة وليلي. قمت، الفعل دائما تاؤه مبسوطة، بزيارة سياحية لمدينة وليلي. هذه أسماء يصح الوقوف عليها بالهاء، التي بناها الرومان منذ أزيد من 2000 سنة. منذ أزيد من 2000 سنة. سنة كذلك اسم، كتبت التاء مربوطة لأنه يصح الوقوف عليها هاء. وقفت معجبا، وقفت فعل، دائما الأفعال تكتب بالتاء المبسوطة. وقفت معجبا بالآثار المتبقية. إذا المتبقية اسم، كتبت التاء مربوطة لأنه يصح الوقوف عليها بالهاء. التي تثبت فعل، دائما الفعل تاء مبسوطة. أنها خططت، كذلك فعل، بشكل هندسي رائع، فشوارعها مستقيمة. متقاطعة، مبلطة، كلها تفرعت عن ساحة عمومية تحيط بها المباني العامة. إذن مستقيمة، متقاطعة، مبلطة، هذه أسماء يصح الوقوف على تائها بالهاء. كلها تفرعت، تفرعت فعل، دائما تاؤه مبسوطة. ساحة عمومية العامة، هذه الكلمات أسماء كتبت بالتاء المربوطة لأنه يصح الوقوف عليها بالهاء. أعيد قراءة النص. قمت بزيارة سياحية لمدينة وليلي التي بناها الرومان منذ أزيد من 2000 سنة. وقفت معجبا بالآثار المتبقية التي تثبت أنها خططت بشكل هندسي رائع، فشوارعها مستقيمة، متقاطعة، مبلطة، كلها تفرعت عن ساحة عمومية تحيط بها المباني العامة. أرسم همزة الوصل أو همزة القطع مكان النقط. من أهم آثار وليلي، من أهم نقطة مرو، همزة القطع، من أهم آثار وليلي قوس النصر، همزة الوصل، وأطلال المنازل. والمسرح، ولوحات الفسيفساء الجميلة. كل هذه المعالم تجعل السائح يتصور حياة الرومان القديمة. من أهم آثار وليلي قوس النصر، وأطلال المنازل، والمسرح، ولوحات الفسيفساء الجميلة. كل هذه المعالم تجعل السائح يتصور حياة الرومان القديمة. أكمل بهمزة متوسطة مناسبة. قال أحدهم يصف إحدى الحدائق، الحدائق هنا الهمزة المتوسطة كتبت على الياء لأنها مكسورة، كان ماؤها
الهمزة المتوسطة كتبت على الواو لأنها مضمومة. يتدفق تائرا، هنا كتبت الهمزة المتوسطة على الياء لأنها مكسورة. وقد انتشرت في أنحائها، كذلك هنا الهمزة المتوسطة كتبت على الياء لأنها مكسورة. شجيرات ورد شائكة، شائكة كذلك كتبت همزتها المتوسطة على الياء أنها مكسورة. تتوسطها برك دائرية، كتبت الهمزة المتوسطة على الياء لأنها مكسورة. تنعكس على مائها، كذلك كتبت الهمزة المتوسطة على الياء لأنها مكسورة. تنعكس على مائها زرقة السماء فتبهج النفس وتروق النظر. قال أحدهم يصف إحدى الحدائق، كان ماؤها يتدفق تائرا وقد انتشرت في أنحائها شجيرات ورد شائكة. تتوسطها برك دائرية، تنعكس على مائها زرقة السماء فتبهج النفس وتروق النظر. أتذكر ما درسته لأبين سبب رسم الهمزة المتوسطة كما في المثال. كلمات تشتمل على الهمزة المتوسطة، رسمت الهمزة على السبب. فأس، كتبت رسمت الهمزة على الألف لأنها ساكنة، السبب لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح. سائحة، سائحة كتبت على الياء، السبب أنها مكسورة تأمل، تأمل كتبت الهمزة على الألف رسمت الهمزة على الألف لأنها مفتوحة. وما قبلها مفتوح. مؤن، كتبت الهمزة المتوسطة على الواو لأنها مفتوحة. وما قبلها مضموم. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.